السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتحول إلى إقليم القنيطرة مع للا أمينة. السلام عليكم علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فرحانة بزاف بزاف ومعار كبير هذا بالفرحة والله العظيم. الله يطول عمرك يا بنتي ويصلحك ويحفظك ويرعاك. بغيتك تدعم معايا وتدعم مع الوالدين ديالي إن شاء الله يا رب. حنا بزاف بغيتك تدعم لي مع الأم ديالي يا ربي يا كريم. أش وقع عليها بنتي أمينة؟ أنا مني وعيت فيها وهي ما تبغيهاش. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرضات عندها السكر. لا إله إلا الله. زحفت مرجليا ولات وقفت لي والأب ديالي ما تيشوفش بعيني. الله يشفيه ويعافيه يا رب. وهي اللي مقبلة محلي أبدا حيت أنا من البيت كانت على مصر. شكون أمينة اللي ما كيبغيوهاش؟ واش عائلتها وحبابها أو جيرانها أو شكون؟ جيران والعائلة هي العائلة ديال الوالد ديالي. ما تفهمينش لا إله إلا الله. وهذا بنتك يأثر عليك ملي كتلقي العائلة ديال الأم مع ديال الأب مخاصمين وأنت وسط منهم. بزاف أنا دابا عندي 28 وعندي سكر. الله أكبر. الله يشفيك. الله يعافيك يا رب. ما عنديش اختي اللي تشكي عليها. عندي جوج خوتي ولكن واخا خوت ماشي هما تكون عندك اختك. أي اختك كتكون حنينة أكثر. كنطلبك تدعم معايا. الله يحفظك يا بنتي أمينة. الله يحفظك. الله ينجيك. الله يسترك يا رب. معايا الدعم معايا. الحلم ديالي كون كانت قارية ونشد القرآن ملي كتكون نفسي ضايقة عليا. علاه بنتي أمينة ما قريتيش؟ ما قريتش. وأنت في القنيطرة يعني المدينة اللي كنتي صغيرة دخلوك المدرسة. في البادية. البادية حنا قلت لي القنيطرة. لا إله إلا الله بنتي. لا إله إلا الله. ممكن إن شاء الله تعلمي إن شاء الله في محاربة الأمية. كاين هناك مؤسسات وهناك دور خاصة بهذا الجانب إن شاء الله ربي يعاونك. ما كاينش في العروبي اللي حنا فيها. مشيت واحد المرة في المدرسة وقلت لهم كوعي درتو هذه ما قال لك كيف. قال لك كبرتي في المدرسة. لا ماشي كبرت ولكن هما ما داروهاش عندنا هنا باش نمشي. أنا كنطلبك تداها معايا. الله يحفظك يا بنتي. الله يحفظك وينجيك. قال لي مع راجلي حتى هو. يا ربي يحفظه ويرعاه ويبارك فيه إن شاء الله. يعوضك الله في وليداتك إن شاء الله. وليداتك إن شاء الله تقري معهم وتراجعي معهم وتشوفي فيهم ما يسرك بإذن الله الواحد الأحد. آمين آمين. ودعها لي مع الأم ديالي. دعها معها يا ربي يا بنتي يا ربي. لا إله إلا الله. أمينة قالت واحد الكلمة خطيرة جدا وربما تنطبق على عدد كبير من الأسر المغربية. قالت لك أمي ما كيحملوهاش. شكون هما؟ طبعا كاين الجيران كاين بعض المقربين ولكن خصوصا العائلة. كتلقى بعض العائلات للأسف الشديد كتزرع بينهم العداوة والبغضاء. إذا سولت شي واحد أين توجد العداوة والبغضاء غادي يقول لك بين عائلة الزوج والزوجة. إلا من رحم ربك. إلا من رحم ربك اللي كيكونوا فيهم النية والصدق. ولكن للأسف كتلقوا بأن إبليس يستطع يلج إلى هذه المنطقة المحظورة ويثير الحزازات ويثير البغضاء ويفرق ما بين العائلتين. هذا الشيء ماشي غير في المغرب. هذا الشيء في كل دول العالم العربي وحتى خارج دول العالم العربي. كتلقى دائما إبليس كيدخل العائلة وكيخلق عداوة وبغضاء بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة. إما بينها وبين حماتها وإما بينها وبين لوستها. وكيدخل دائما إبليس ملي كيبغي يفرق الجماعة كيتهم أحد الأطراف بالسحر. أسهل طريقة لتفريق الشمل وهو أنه كيقدر واحد الوحدة من العائلتين كيتهموها بالشعوذة. فلانة كدير الشعوذة باش تفرق بالعائلة كينظروا لها بحساسية
وتبدأ العداوة والبغضاء، ومن ثم تتقطع أواصل القربة. وإذا كان ذكر كيتهمو تهمة أخرى، إنه يتحرش، إنه عينيه ماشي بأبرية، إنه يقول كلام لمرت فلان أو أخت فلان، كيقول كلام في إشارات وإيحاءات، فيتهمونه بالتحرش الجنسي فتتفرق العائلة. إبليس شاطر، أي عائلة لقاها مجموعة خصو يدخل يقلب لها على سبب من الأسباب، إما يتهم إحدى النساء بالسحر، وإما يتهم أحد الرجال بالتحرش. وإذا لم يجد كيبدأ يقلب على الفوارق الاجتماعية، هاد العائلة قارية، هاد العائلة ما قارياش، هاد العائلة عندها ماضي، والديها وجدودها كانوا حكام وقياد وبشوات، هاد العائلة كانوا غير خمسة وكانوا كيرعوا الغنم، هاد العائلة عندها كذا وكذا، وكيبدأ دائما يعقد المقارنات التي من شأنها تثير العداوة والبغضاء. لا يهدأ له بال إبليس ومن معه من الجنود، حتى كتكون العائلة كلها قد تخاصمت وتدمرت. وشكون اللي كيكون العصا في هاد الخصام؟ هم الأولاد. الأولاد كيبقى يشعر راسه بأنه مع من غادي يكون، واش مع عائلة الأم ولا عائلة الأب، مع من غينتصر؟ هو خصو يكون معهم جوج، لأنه هو نتاج عرقين اندمجا وصار لحما وشحما وعظما وأعصاب. هو بغى يكون مع الجميع، ما كراش يعنق خاله وعمه وخالته وعمته ويعنق الجميع، ولكن ما لقاش مع من. وفي الاخر كتلقى الاولاد والبنات كيبقى داكشي في قلوبهم، كل واحد اش كيوقع ليه. امينه نموذج اوقع لها السكري وهي عندها 28 سنه، يعني المفروض 28 سنه سن الشباب، سن النضج، سن العطاء. دابا الان ولات السكري والحميه وربما الشوكة، هذا مفزع ومقلق. احيانا كيكونوا الشباب ذكور، اش كيوقع لهم؟ نوع من التذمر والاستياء، فيهرب الى المخدرات او يهرب الى الانحراف. وأحيانا أخرى قد يكون أحد الأولاد يصيبه اكتئاب ويصير مريضا وسقيما لا ينفع ولا يضر ولا عنده رغبة في الحياة. نحن أحيانا ننسى أنفسنا ويدمر بعضنا بعضا، يدمر بعضنا بعضا. كم من العائلات مدمرة، دمر بعضها بعضا، مع أن الله تعالى أمرنا بأن يكون بيننا صلة أرحام، وأمر بأن يكون بيننا مودة ورحمة، وأمر بأن يكون بيننا تسامح وعفو. والله تعالى يحب المتسامحين، ويقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أن يكون تسامح. إذا كان عيب نستره، ولا كانت خطيئة نحاول ما شفتهاش ونخيط بخيط بيض وتبقى الشمل مجموع. هكذا أراد الله تعالى أن تكون الأسر والعائلات. إلا أن الناس بسبب ضيق النفس وبسبب وسوسة إبليس كتلقى العائلات فيهم نزاع وصراع وخصام وأمراض عصبية حدت ولا حرج. أمراض عصبية عند الناس سببها هي هذا القيل والقال، وهذا حاسد هذا، وهذا ما بغاش النعمة تظهر على هذا، وكل واحد عنده نصيبه في قلبه. للأسف الشديد هذا ليس مجتمعنا المنشود. نحن المغاربة عرفنا منذ زمان الناس قلبهم كبير، الناس بيناتهم المحبة، الناس بيناتهم المودة، بيناتهم التسامح. وكتلقى الإنسان السوي وخيوقع عليه الخطأ أو يوقع عليه الظلم كيقول ما شفت والو، يدي ضربتني، يدي صفعتني، ما كاين بس، وكيجمع الشمل وكيبقى العائلة هكذا دائما في محبة ومودة. بنتي أمينة الله يشفي الوالدة، الله يشفي الوالد، اللهم تعالى يشافيك تنتي يا للا أمينة، ويجمع الشمل ديالكم. أسأل الله تعالى أن ينزع من قلوب العائلتين حظ الشيطان، وأن يملأ القلوب بالمحبة والمودة والفرحة والسرور والبهجة والحبور، وأن يجعل بينهم تعاون وتآزر. وأسأل الله تعالى أن يحقق رجاءكم ويبلغكم مقصودكم، اللهم آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.